بعلم يخطب اعتقد بتكشف عنك دكتوره مو دكتور. هي ابن عمي احسن، بيقولوا الرجال الدكاتره احسن من النسوان. شو عملتوا عمو؟ ايه بدنا نشوف الدكتور بموضوع خاص. اول مره بتجوا لهون؟ ايه اول مره. طيب فيكم تستريحوا شوي، الدكتور عنده زباين. شو كان اسمك؟ سجلي اسمي انا، محسوبك اب ساطور، الله يطعمني ساطور. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الو، ايه دكتور، ايه في زباين؟ يلا اوكي ماشي. عم حاولنا شعيبة؟ الدكتور ناطركم. انا اول مرة. يا ميت اهلا حكيم، اهلا حكيم، اهلا حكيم، اهلا حكيم. تفضل تفضل. اهلا حكيم، اهلا دكتور. بشو بقدر اخدمكم؟ والله بصراحه الكتمي انت سد سد. حاضر ابن عمي. بتكون انا اللي بحكي. صراحة حكيم، انا وحرمتي جايين لعندك مشان تساعدنا، وقالوا عنك انه دكتور شاطر وخرج المهمات الصعبه. مو تكرم عينك وعينها الجميلة. عن إذنك لحظة. ألو، أهلين مدام جيجي، طمنيني شلون لقيتي، في تغيير؟ طبعا طبعا لازم تفرحي كثير، لازم تفرحي لأنه كل هالشغل والتعاون اللي صار بيني وبينك ما راح على الفاضي. طبعا بالأساس أنت حلوة مثل القمر، وأكيد جوزك لقى تغيير. شكرا لكلماتك الحلوه. طبعا مثل ما شفتي من خلال الجلسات اللي صارت بيني وبينك، انا ركزت في البدايه على الشفايف، بعدين انتقلت للصدر. ولك انا اللي بيهمني انك تكوني انبسطتي، واكيد جوزك رضيان بالنتيجه، ولو بدنا خدمه تحريض. اوكي اوكي، ايمت ما حبيتي تفضلي على المركز وزورينا، بتشرفي وبتنوري. شرفتي ونورتي. شو كنا عم نحكي؟ بصراحه حكيم، انا وحرمتي اتفقنا انه يصير في تغيير بحياتنا، لذلك بدنا نفرفح قلبنا. ايه حقكم الطبيعي، طالما انت والمدام متفقين انا موجود وجاهز. ايه طبعا دكتور، طبعا متفقين. انكتبي، انا اللي بحكي، انا اللي بحكي. كمان بدي الليل. تكرم عيونك. حاسس هالقصة فيها ملعوب، والله ماشي من تحتي وماني عارفه. لازم سايرهم لأعرف شو الرواية. عدم المؤاخذة، لمين بدك تعمل، إلك ولا للمدام؟ عن إذنك لحظة. ألو، الدكتور معك. أهلاً مدام نانا، يا أهلا وسهلا، طمنيني عنك، طمنيني لقيتي فرق؟ ممتاز ممتاز، لسه بالجلسات القادمة رح تنبسطي أكثر وأكثر. بدك تجيبي أختك؟ أكيد رح أتوصل فيها، ولو ميت أهلا وسهلا فيكي أنت وياها، بتشرفوا. إيه ما في مشكلة، ميت أهلا وسهلا، تعالوا، بس يفضل أنكم تجوا بالصباح لأنه بيكون المركز فاضي. بتشرفوا وبتنوروا، الله معك الله معك. بنرجع لموضوعنا، قلت لي مدامتك هي اللي بدها. طبعا مدامتي، انا وانت جاهزه مدام؟ ايه طبعا جاهز. كتبي انت، كتبي. جاهزين احنا دكتور، جاهزين. شو ما صدقتي عجبك جماله؟ لك هلا ابو ساطور ما عاد يعجبك، بسيطه. بكل الاحوال طالما انت جاهزه انا جاهز، وبوعدك انك رح تكوني مبسوطه كثير. لك شو مبسوطه، ما مبسوطه دكتور. من بعد اذنك طلعي فيني مدام. لا 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 لا، الخجل ومهنتنا ما بتزبط مع بعض. ارفعي راسك هيك وطلعي فيني، ان شاء الله ما يبلش وحلوه. لك شو حلوه ما حلوه دكتور، شباب لو سمحتي قومي وقفي شوي. لك شو توقف، ما توقف. بدي اياها توقف مشان اشوف جسمها منيح، بدي عاينه، بدي اعرف من وين بدي بلش. أمنا لله، قومي.
منين بدك تبلش؟ شو عليه؟ دوري دوري لشوف دوري. ما شاء الله جسمك مثل القالب. شو طلع معك دكتور بيمشي حاله؟ طبعا بيمشي حاله. نحن حاليا بدنا نعمل بعض التعديلات البسيطة على وشو هي التعديلات البسيطة اللي بدك تعملها؟ شوية تعديلات على الشفايف والصدر والبطن. وهالشي ضروري يعني؟ طبعا ضروري. مو انت بدك تكون رضيان عن النتيجة؟ وانت موافقة؟ ايه انا موافقة. اذا انت موافق ابن عمي انا اللي بتهمني النتيجة. النتيجة مضمونة 100%. وهالشغلة بتطول يعني؟ لا 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 لا، 4-5 جلسات بالكثير وبتكون خالصة. يعني بدها تجي لهون؟ طبعا بدها تجي لهون، لأنه هذا الموضوع بجلسة واحدة ما بيخلص. يعني بدها تجي أكثر من مرة؟ بس جوزي ما بيقدر يسكر محله. ايه ما بيأثر، أساسا وجود جوزك ما له ضروري كثير، لأنه هذا الشيء بده يتم بيني وبينك بس. يعني بدك تضل أنت وياها لحالكم؟ أول جلستين. ما تبقى من الجلسات بده يشترك معي طبيب تاني مختص بهذا المجال. كمان طبيب تاني وانت وياه مع بعض؟ طبعا بده يكون معي طبيب تاني، بدنا نشتغل انا وياه مع بعض، لانه هي الشغلات بدها دقة ورواقة. وانت شو قررتي ست جميلة؟ ايه شو عليه شو عليه؟ زعمي اقول لك الدكتور التاني شاطر مثله. وانا بوعدك انه تنبسطي مع الطبيب التاني اكثر ما تنبسطي معي. أكيد بهمتكم. شو قررت؟ شو قررت أنا دكتور؟ أنا لحلك شو قررت؟ بدي خلص عليك وعليها للعالمة للخاينة. لك بدك تبلش بشفايفها وصدرها؟ لك أنا جايبها لهون لحتى تجيب ولد بالحلال، مو تجيب ولد بالحرام منك يا ابن الحرام. لك شو دخل ولاده ابن الحلال وابن الحرام؟ انت جايبها على مركز تجميل مشان تغير لها شكلها؟ لك انا جايبها مشان تجيب لي ساطور تحمل اسمي، مو جايبها مشان تغير لها شكلها. لك انت غلطان يا ابو مستور غلطان. بايش غلطان انا؟ لانه انا طبيب تجميل هون مركز تجميل للسيدات، اما على باب عيادتي الدكتوره لينا هي مختصه بالنسائيه وتطفيل الانبوب. والله لا يعطيك عافيه، انت اللي مو هذا الباب، هداك الباب التاني. لا هذا الباب. روحي مشي روحي مشي، سويني عند الدكتوره. دخيلك يا دكتور دخيلك، لا تاخذني، بعتذر منك سماح، مشان الله لا تاخذني. اسف اسف، بعتذر منك غلطه، الله يخلينا اياك. اهلين مدام ميسون. يا ميت اهلا وسهلا. شفايف ولا خدود؟ اكيد شفايف. اهلا وسهلا.